واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 29,023 قضية تمونية متنوعة، إضافة إلى ضبط 5,324 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات 28,458 أرجيلة، وغلق 21,889 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 241,568 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42,372 قضية تمونية متنوعة، من بينها 761 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، بمضبوطات بلغت 36,983 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 161 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,982,807 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 393 قضية بيع سلع تمونية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 154,155 طن، وضبط 37 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت 63 طن و260 كيلو. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 811,961 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 15,900 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 757 سائق منهم، كما تم المرور على 941 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2040 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات. كما تم فحص 927 مركبة، تبين مخالفة 35 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 2539 سيارة و233 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 79,585 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363,430 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 298,455,480 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1004 قضية، من بينها 539 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات
بمضبوطات بلغت 8092 وحدة فنية، كما تم ضبط 465 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 96610 مطبوعة تعليمية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 128 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 597,469,713 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9,347 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 15,500,564,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 39,494,149 جنيها.